بعض الناس هدانا الله إياه يأتي أحيانا للإمام لأحد العلماء. نعم هنا إنسان قال جرتنا با إمامك يدتنا با علمك ويقول له ادعو لي دلجا يوضا دلجا مرض عبك أنا مريض أذنا خاشم زوجتي بها مرض بها سحر بها مس أولادي كذلك يدا جنا منا خاشة يدا زاري منا خاشة وان دا تستخدقك كاتوان رضو عبك لماذا تفتقر إلى الخلق دلجما دلجي با مخلوق أكيد عد غازي افتقر إلى الله سبحانه وتعالى هربا خالق يعني با رب العالمين دعب غازي لماذا لا تدعو الله سبحانه وتعالى أنت إذا كان لديك مانع من إجابة الدعاء لابد أن تفتش عن هذا المانع هذا الإمام هذا العالم مخلوق أو إماما أو عالما جي مخلوق هو يدعو الله سبحانه وتعالى أو خضير دعاتك حتى الصحابة رضو الله عليهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى حتى الصحابين بخبر ما صلى الله عليه وسلم خضير دعاتك